ديما ديما راجع. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه لاعبان يعززان قائمة الرجاء في مباراة أمام الفتح الرباطي، ويستعد فريق الرجاء الرياضي لاعبين باريزين خلال المباراة المقبلة أمام الفتح الرباطي برسم مؤجل جولة ثالثة من البطولة الوطنية، ويكون بقدور الطاقم التقني للفريق الأخضر الاعتماد على كل من نوفل الزرهوني ومحمد زريدة بعدما غابوا على مباراة النسور أمام أولمبيك آسفي يوم الأحد الماضي. وفضل الطاقم التقني للرجاء عدم المجازفة بكل من الزرهوني وزريدة ومنحهم فرصة لاستعادة عافيتهم التامة بعد الإصابات اللي لحقت بهم بعد مباراة الرجاء واتحاد طنجة الأسبوع الماضي. وأعطى الطاقم الطبي للرجاء الضوء الأخضر لكل من زريدة والزرهوني من أجل استئناف التدريب رفقة المجموعة الرجاوية، إذ خاضوا آخر حصة تدريبية استعدادا للقاء اليوم بالأمس، وغتبقى الصلاحية الكاملة والكلمة الأخيرة للطاقم التقني في إقحامهم في المباراة من عدمه. هادو غابوا اللاعبين على الفوز الاول الرجاء الموسم في البطوله واللي تحقق بصعوبه امام اولمبيك اسفي بلاش الاهداف لهدفين على ارضيه ملعب المسيره. الرجاء والفتح الرباطي في نزال صعب بطموحات متباينه، وغتجرى اليوم الاربعاء المباريات المؤجله برسم جوله ثالثه من الدوري الاحترافي واللي غتجمع كل من الرجاء الرياضي والفتح الرباطي نهضة بركان واتحاد طنجة والدفاع الجديدي امام الجيش الملكي. وبعد تحقيق فوز صعب في مباراته الاخيره بثلاثه الاهداف لهدفين امام اولمبيك اسفي غواجه الرجاء بطل الموسم الماضي اختبار ما كيقلش صعوبه امام ضيفه الفتح الرباطي، وذلك اليوم انطلق من الساعه 6 زوالا في ملعب العربي الزاولي وما غيقبلش الجمهور الرجاوي من فريقه الا بالفوز في هذا اللقاء في اطار السعي نحو المحافظه على لقب البطوله، اذ ان اي نتيجه سلبيه اخرى بعد الهزيمتين السابقتين في جولتين الاولى والثانيه يقدروا يزيدوا من توتر الاوضاع داخل النادي، وما غتكونش مهمه الرجاء الرياضي سهله في هذه المباراه، اذ ان الفتح الرباطي كيملك في رصيده 5 نقاط من اصل 3 مباريات، وكيتطلع هو الاخر لتحقيق الفوز من اجل اعتلاء صداره الدوري ولو مؤقتا. بنونيس الذي عقد يمتد لسنتين مع الرجاء، ولا أستطيع خيانة ثقة هذه الهيئة والجماهير الرجاوية، وتحدث عمر بنونيس المعد بدني لفريق الرجاء الرياضي على مستقبله رفقة الفريق الأخضر بعد إقالة البوسني روسمارز فيكو وطاقمه التقني. وقال بنونيس في تصريح لوسائل الإعلام كنتوفر على عقد كيمتد لسنتين مع فريق الرجاء الرياضي، وأنا كنحترم العقود وما نقدرش خيانة ثقة هذه الهيئة والجماهير الرجاوية. هذا وسبق وشرنا في مواد سابقة لأن المعد البدني لفريق الرجاء غيواصل مهام رفقة الفريق الأخضر رغم رحيل الطاقم التقني للإطار البوسني روسمارز فيكو، بحيث كيحاولوا مسؤولي الرجاء الحفاظ على بنونيس ضمن الطاقم الفني المقبل. يذكر أن بنونيس كان شاغل رفقة الرجاء في عهد المدرب سعد جردة الشابي ثم غادر الفريق بعد ما رفض الاشتغال مع البلجيكي في الموتس، ورجع النادي الاخضر والتعاقد معه من جديد بعد فسخ عقد الفرنسي ويليام ايدي سالفادوري لاسباب شخصيه. هذا وحقق بنونيس لحد الان رفقة الرجاء 4 ألقاب، 2 ألقاب رفقة المدرب سعد جردة الشابي وهما البطولة العربية للأندية البطالة وكأس الكاف، بالإضافة ل2 ألقاب أخرى رفقة زين باور واللي هما البطولة الوطنية وكأس العرش. هذا جديد المدرب الصربي ميتشو وتدريب الرجاء خلفا لروسمار زفيكو، وكيواصل مكتب فريق الرجاء الرياضي بحثه على مدرب جديد لخلافة البوسني روسمار زفيكو في تدريب النادي الأخضر، وتنقلت عدة منابر إعلامية أن الفريق الأخضر في مفاوضات مع ميليوتان سريديوفيتش الملقب ميتشو واللي هو مدرب منتخب ليبي، وزادت نفس المنابر أن المفاوضات بين الطرفين متواصلة منذ مدة. الخبر لا أساس له من الصحة، إذ نفى الصحفي الرجاوي أنور شافير المقرب من كواليس البيت الأخضر وكتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام ما يلي: المدرب الصربي ميتشو لا يوجد ضمن لائحة المرشحين للإشراف على العارضة التقنية لنادي الرجاء الرياضي. نفي الخبر خلى جماهير الرجاء الرياضي تنفس السعداء، إذ كانت متخوفة من تعيينه كمدرب خلف روسمار زفيكو بحكم أن الفريق الأخضر كيحتاج لمدرب أفضل منه. يشار لأن عدة منابر إعلامية نقلت في الأيام القليلة الماضية بأن عصام الشرعي المدرب السابق للمنتخب الوطني الأولمبي بالإضافة لكل عبد اللطيف جريندو والسعد الشابي زوران وكذلك بيتسو موسيماني من الأسماء اللي كيتواجدوا بلائحة المرشحين لتدريب النادي في انتظار الإعلان الرسمي على المدرب الجديد في قادم الأيام. الرجاء الرياضي يضيف 10 لاعبين جدد للائحته الافريقيه قبل دور المجموعات،
وفي تفاصيل الخبر، قامت إدارة فريق الرجاء الرياضي بإضافة اللاعبين الجدد لقائمة الفريق الإفريقية اللي غتخوض خلال شهر نوفمبر المقبل غمار منافسة دور مجموعة دوري أبطال إفريقيا. وضاف فريق الرجاء لائحته القارية كم عبد الكريم بعدي، تونسي هاني مامون، موريتاني محسن بدة، بن عيسى بن عمر، ياسر بالدي، عبد الرحمن السوسي، عثمان ساخو، فيدريكو بيكورو، يوسف النجاري، بالإضافة للحارس المهدي الحرار. وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد في وقت سابق يوم 30 شتنبر كآخر أجل فترة القيد اللي دامت لمدة شهر قبل دور المجموعات، مع علم أن الكاف قررت تأجيل موعد انطلاق دور المجموعات مسابقة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر نوفمبر القادم بسبب بدء تصفية كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين. أمادو كامارا يودع الرجاء برسالة مؤثرة، رحيلي نقطة بداية للاشتغال والعمل على أمل العودة لردي الجميل. ودع اللاعب الغيني أحمد كامارا مكونات فريق الرجاء بعد انتقاله بشكل رسمي لفريق خورفاكان الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ونشر كامارا رسالة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وكتب كامارا في رسالته ما يلي: إن كان منطق الأشياء يقول أن لكل بداية نهاية، غير أن علاقتي بنادي الرجاء الرياضي ستكون الاستثناء، وستكون مغادرتي له قصرا للاختيارات التقنية هي نقطة البداية للاشتغال والعمل أكثر على أمل العودة له مستقبلا من أجل الدفاع عن ألوانه ورد الجميل لهذا الكيان الأخضر الذي أدين له بالفضل الكثير. وجه الغيني الشاب شكر المكونات الرجاء وقال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بوافر الشكر وعظيم الامتنان أتقدم بالتحية لكل الرجاويين سواء مسؤولين أو جماهير على احتضاني ورعايتي والوثوق في إمكانياتي ما مكنني من دخول تاريخ النادي وتتويج رفقته بلقبين ذهبيين سيبقيان عنوانا شامخا في الكرة المغربية. شكرا لكل من ساعدني ومد يد العون لي منذ التحاقي بالرجاء الرياضي، لن أنسى ما حييت ما لقيته من طيب المعاملة. وتمنى أحمد كامارا العودة الرجاء مستقبلا وقال: أتمنى أن أحظى مستقبلا بفرصة جديدة لإضافة ألقاب رجوية أخرى، طالبا منكم الدعاء لي بالتوفيق مع فريقي الجديد نادي خورفكان الإماراتي الذي وثق في مؤهلاتي، وسأتفانى في الدفاع عن ألوانه وتقديم الإضافة التي يأمل مسؤوله في تقديمها لهذا النادي الكبير، متمنيا إن شاء الله أن أكون خير سفير رجوي في الدوري الإماراتي. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Yeah.